التطوير ده مش مبني على ان انا هوى حد، يعني مش بالمزاج، لا ده التطوير ده علم ودراسة واهداف. احنا محتاجين نعمل ده عشان نيسر على الناس ونقلل حجم الوقت الضايع والضغط على اعصاب الناس والوقود اللي بيستهلك ويزيد من حجم التلوث. احنا بنعمل رفع كفاءة للسكة ميكانة او كهرباء للسكة زي ما بيقولوا، رفع كفاءة المحطات ثم المعدات بقى. لن يكون هناك قطار قديم على السكة. كل الشعب المصري كل التحية وكل التقدير وكل الاحترام وكل الاعتزاز.